مرحبا بكم، ازيكم؟ كل سنة طيبين. اتفقنا هنقعد شهر ونقول لكم كل سنة طيبين. الاثنين الجاي اخر اثنين او اخر اجتماع يعني اثنين في السنة، اوكي؟ هنتقابل بعد 7 يناير عشان المكان هنا. فالاثنين الجاي هيبقى اخر اثنين بنجتمع فيه هذه السنه. فعندنا الاثنين الجاي، يعني الاثنين الجاي شغال، اوكي؟ الاثنين الجاي مش اجازه، الاثنين الجاي اون. ماشي. من اللي وراه هيبقى هنتقابل في 18، فاكرين يوم 18 الجمعه في المقطم في الفرنسيسكان لاحتفال نهايه سنه، ونصلي مع بعض ونختم سنه ونخش لسنة جديدة باسم يسوع. فكل سنة طيبين كمان مرة، رب صالح جدا. تعال نفتح مع بعض سفر الجامعة صح 3، مشاركة صغيرة ونصلي. سفر الجامعة صح 3، آية معروفة أو بنقولها يعني كتير، جمع 3:11، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم، التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. حلوة جدا الآية دي، هقرأ الجزء الثاني منها مرة كمان. جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الآية دي جميلة لأنها بتقول حاجة، لو أنت ما أدركتش الأبدية الموجودة جواك بتتلخبط ربنا بيعمل إيه في الزمن. الزمن محدود جدا، اختباراتنا محدودة جدا، احنا محدودين جدا. ربنا وكل ما يصنعه مش محدود، وبقول مش محدود مش بمعنى قوته، لكن كمان مش محدود زمنيا لأنه أبدي. بناخد على كلمة الأبدية، بتبقى كلمة درجة، بقت كلمة روحية يعني مش مدركة أبعادها. كلمة الأبدية يعني حاجة برا حدود الزمن، مش محدودة، مش من هنا. والمش محدود واللي مش من هنا واللي أوسع من الزمن موجود في قلبك. ليه؟ عشان يبقى لينا حياة أبدية. دي إجابة روحية، بس الإجابة اللي في الآية دي محددة الهدف، إن الغير محدود في الزمن، الأبدية، الحاجة اللي مش من هنا اللي برا الزمن موجودة جواك وجوايا كزمني، موجود في الزمن عشان أدرك اللي بيعمله ربنا من البداية للنهاية. لو أنا ما أدركتش الأبدية هتلخبط في اللي بيحصل دلوقتي في حياتي. أنا بحتاج أعرف اللي ربنا بيعمله من البداية للنهاية. عشان أعرف اللي ربنا بيعمله من البداية للنهاية لازم أكون واسع قوي برا محدودية رؤيتي وزمني. فرب يحط الأبدية فينا عشان نعرف ربنا بيعمل إيه من البداية للنهاية، فما نتلخبطش لما نبص تحت رجلينا. لما بنبص تحت رجلينا احنا بنبص على الزمن، لما بنبص في الأبدية احنا بنبص برا الزمن. احنا مدعوين نبص للأبدية طول الوقت، نحن ناظرين ما لا يرى، لأن ما يرى وقتي، أما ما لا يرى فإيه؟ أبدي. ناظرين، عارفين الآية دي؟ مش عايز أفتحها يعني، في كورنثوس الثانية 4،
ونحن ناظرين إلى ما لا يرى، لأن يعني الأمور التي ترى فهي وقتية، أما الأمور التي لا ترى فهي أبدية. فببساطة يسوع بيقول لك أنت محتاج تبص على الأبدية طول الوقت. تقول لي آه يعني محتاج أبص على السماء والأبدية والعرش زي ما أنتوا بتقولوا كده، وأقعد أبص في، مش بس علشان ده مهم أنت محتاج تعمل كده، لا مش بس ده مهم للي جاي، ده مهم للحظة. أنت بتفهم اللحظة من خلال الأبدية. مرة تاني، أنت بتفهم لحظتك، مشاعرك واللي بتمر فيه، بتعرف تاخد قرار صح في اللحظة من خلال أنك بتبص للأبدية، لأن الأبدية من خلالها بتدرك ربنا بيعمل ايه من البداية للنهاية. الأبدية مش حاجة رحن لها، وإن كان ده حقيقة، الأبدية حاجة موجودة فينا عشان نعيش من خلالها في محدودية اللحظة اللي احنا فيها. الأبدية مش حاجة جميلة ربنا وضبها لينا لما نموت إن شاء الله. خليني أزود، الأبدية مش حاجة جميلة ربنا حطها فينا كوديعة لغاية لما نروح له، وإن كان ده صح. الأبدية مش حاجة اتحطت فينا كحاجة مقفول عليها مش هتتفعل ومش هتشتغل لغاية لما نموت فنخش الأبدية، أصل احنا محدودين. وإن كانت الأبدية كل اللي فيها هيتفعل لما نروح السماء، لكن الأبدية الموجودة فينا مش مقفول عليها. ده إحنا، والآية بتقول لك كده، إحنا بندرك حياتنا وبنعيش كل لحظة في حياتنا من خلال الأبدية. قرارات، قوة، إدراك، فهم للحياة أصلاً. بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. أنتوا كويسين، دخلت جد عليكم طوالي بس ما عملتش مقدمة. فالأبدية مش كلمة روحية شاعرية وعظية بتتقال في الهوى، الأبدية هي وديعة رب سكبها وحطها جواك، مش بس علشان هتبقى هتروح لها لما تموت، ولا علشان تتحط جواك كبرهان أو 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 يعني وديعة للسماء بعد كده، وإن كان ده كل ده صح، لكن الأبدية اتحطت جواك من أجل الحياة اليومية بتاعتك وبتاعتي. للأسف إحنا ما تعودناش نرى ما لا يرى، ما تربيناش كده، لأنه عينينا من يوم ما اتولدت وهي ما بتشوفش. مش بتكلم عن عينينا الطبيعية، لأن عينينا الطبيعية بتشوف العيان طول الوقت، فعينين قلبنا ما بتشوفش لأنها اتكلت على عينينا الطبيعية. يسوع قال كده على الفريسيين، لهم أعين ولا يبصرون، لهم أذان ولا يسمعون. لأن احنا ما تعودناش نرى ما لا يرى، ما تعودناش نعيش من خلال ما لا يرى، فبنعيش في المتشاف وفي المحدود. برغم أن كل حاجة في الكتاب المقدس يحكى عنها أو تتحرك في عالم الروح هي دائما مصدرها ما لا يرى. أقرأ لكم آية كان يعني كده أنا، رومية، آية مشهورة قوي كلكم عارفينها، رومية 4 عدد 17، كما هو مكتوب إني جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الأموات. أنا عايز التعبير اللي جاي، ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. عايز حاجة تبقى موجودة؟ ده سؤال. عايز حاجة تبقى موجودة؟
لازم تدعو أشياء غير موجودة. هو ده الإيمان، آمن، ده بتكلم على إبراهيم، كما هو مكتوب قلت جعلتك أبا لأمم كثيرة. هو ما عندوش أبناء، في حاجة مش موجودة، بس هو آمن بالله الذي يدعو الأمور الغير موجودة كأنها موجودة. أرى لك آية في عبرانيين 11، أذكركم ده اجتماع الاثنين مش اجتماع الأربعة، بمعنى ان احنا بنقلب في هذا الاجتماع. عبرانيين 11 آية كلكم عارفينها برضو. بالإيمان نفهم، عبرانيين 11 3، أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. دي نفس الآية، يعني ما لا يرى هو مصدر ما يرى. الموجود مصدره جاي من أمور غير موجودة. لو أنت ما شفتش الغير موجود وصدقت مش هيبقى فيه موجود. لو أنت ما شفتش ما لا يرى وصدقت مش هيبقى فيه حاجة بترى. لو أنت ما شفتش في الأبدية، المحدودية الحاصلة هتفضل محدودية. الأبدية مش حاجة إن شاء الله، وإن كان ده حقيقي. الأبدية مش وديعة اتحطت فيك هتشتغل لما تروح السماء، وإن كان ده جزء من الحقيقة. لكن الأبدية حاجة شغالة بالفعل فيك، علشان من خلالها إمكانيات اللي برا الزمن، برا المحدودية، تشوف من خلالها وتاخد قرارات من خلالها. لأن بدون الأبدية ما بتعرفش، بدونها لا تدرك ما يعمله الله من البداية للنهاية. فبتقوم باصص على ما يرى وتاخد قرار، تنباصص على اللي انت حاسس بيه وبتمر بيه وتقول أنا كده، تنباصص على ظروف وأحداث وتاخد قرار. والقصة كلها انت خدت قرار محدود من نظرة محدودة في زمن محدود، وأنا حطيت فيك حاجة أبدية مش محدودة لنظرة أبدية تدرك الصورة الكبيرة اللي هي مش تحت رجليك، ومن خلالها بتاخد قرار. الأبدية ما فيهاش محدودية الجسد، محدودية الزمن، محدودية الخطية. ما لا يرى هو مصدر ما يرى. لو أنت ما بتشوفش من خلال الأبدية ما لا يرى، ما يرى اللي في حياتك بيفضل زي ما هو. يدعو الأمور الغير موجودة كأنها موجودة. تعال نقرأ آية كمان، رومية. هذه مثال منظره بسيط يعني، بس رومية 4 مش بسيط يعني، بس آخر آية في رومية 4، رومية 4 25، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل إيه؟ الآية دي ممكن تاخد فيها ليفلز 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 ليفلز، بس هاخد الليفل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، الليفل البسيط. او لا، خلي مش هتكلم على الليفل البسيط، الليفل البسيط واضح كلكم عارفين. خطايانا دي بتحصل في الزمن، أسلم من اجل خطايانا، بس أقيمة دي ده بروح أذلي، فاكرين الذي تعين ابن الله من جهة القيامة بروح القداسة، تعين ابن الله بروح القداسة من القيامة من الأموات. فالقيامة دي أبدية، الخطية محدودة، والهدية اللي ادهلنا أوسع من مقاسنا. الهدية أبدية، فأقيم لأجل تبررنا، عشان كده صرنا بر الله في المسيح يسوع. حد فاهم؟ حد عارف الآية دي؟ الآية دي موجودة في كورنثوس الثانية صح 5، صرنا بر الذي جعل الذي خطية بلا خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله، اللي هو البر أبدي. الخطية محدودة والبر اللي في الصليب أبدي.
دي حاجة تطير دماغك إن البر اللي أنت بتعيش وراه أو سوري اللي بتعيش تحتيه هو بر أبدي برغم إن الخطية في لحظة. وده اللي بيخليك برغم الخطية بتقوم رافع راسك طوالي لأن خطيتك مؤقتة لكن الأبدية اللي رب عملها لحياتك من البداية للنهاية فيها بر متحرك بر أبدي. أول ما ترفع راسك في بر نازل برغم خطية اللحظة لأن خطيتك لحظية وبرك في المسيح أبدي. أنا جبت المثل ده عشان تدرك إنه الأبدية شغالة و تعبير ما قصدوش بالحرف محتاج تستخدمها طول الوقت. الأبدية مش قصة إن شاء الله، الأبدية قوة يومية في حياتك، جعل الأبدية في قلبك، بدونها مش هتعرف ربنا بيعمل إيه من البداية للنهاية لأنك هتاخد قرارات بحسب اللي بيمر دلوقتي. تقولي شغلي في مشكلة، مشاعري فيها مشكلة، البيت فيه مشكلة، أقول لك حلو قوي، اوعى تتعامل مع اللي بيحصل تحت رجليك. أنا حاسس بنفسي كذا، خطيتي كذا، اوعى تتعامل وتحكم على نفسك وتحكم على ظروفك باللي حاصل تحت رجليك، ارفع عينك، خش ادرك الأبدية موجودة جواك، الأبدية دي أوسع من الزمن، وفي الأبدية دي في بر، في نور، في حكمة، في قيادة، في إدراك ما يعمله الله من البداية للنهاية. وهنا صنع الرب كله حسنا في وقته. انتوا كويسين؟ اوكي منظري وعصت شوي، هكلمكم. احنا محدودين قوي، بس الغير محدود حط نفسه جواك، ففي حاجه غير محدوده موجوده جواك اسمها ابديه، والأبدية دي أوسع من اللحظة، أوسع من دلوقتي وإمكانياتها وإمكانيات دلوقتي. فالأبدية دي بيها أنت بتعيش، فيها أنت بتخش ليها، لما تيجي تصلي بتذكر نفسك بيها عشان من خلالها تعرف ربنا الصورة الكبيرة بتاعته ليك إيه وعمال بيعمل إيه بصورة عامة، فتعرف تعيش بحسب الأبدية مش بحسب الظاهر في حياتك، فتعرف تنظر إلى ما لا يرى وتستدعيه من الأبدية للعيان. أرجع لإبراهيم، مفيش ابن، بس إبراهيم أدرك الأبدية فآمن بالله اللي بيتكلم برا العيان وبيدعو أمور مش موجودة، أمور أبدية، عشان يجيبها في الموجود فصدق. ايه مصدر تصديق ابراهيم للوعد؟ تعرف هنا كان بيتكلم على ايه كمان؟ مش بس ان يبقى ليه ابن، لا، لما الرب قال له هات ابنك حبيبك وقدمه لي، عشان كده امن بالذي يقيم من الاموات. هو 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 خرج بره التست بتاع دلوقتي، ما يمر بيه دلوقتي تماما 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 تماما، وابتدى دخل لي بإيمانه لله اللي الأبدي اللي شايف الغير موجود وبيجيبه في الموجود، لأن ده ما لا يرى بقى بيرى عشان اللي يرى بيتغير. فببساطة مصدر إيمان إبراهيم في الحياة اليومية كان دائما بالله اللي بيدعو أمور غير موجودة كأنها موجودة، وكأنها يعني موضوع بسلاسة خالص، أمور غير موجودة كأنها موجودة، فاهمين؟ كأنها خلاص يعني كأنها موجودة، ما لا يرى بيبقى يرى. بالإيمان نفهم من العالمين أتقن بكلمة الرب حتى صار ما يرى جاي مما لا يرى ببساطة. ليه؟ لأنه أبدي، ده إدراك الأبدية اللي جواك. الأبدية اللي جواك بتجيب لك ما لا يرى وتجيبه في ما يرى
لو انت صدقت الأبدية وقفت فيها عشت فيها. الأبدية مش حاجة بس انت رايح لها، الأبدية مش وديعة محطوطة جواك لغاية لما تروح السماء، الأبدية قوة مش محدودة موجودة جوا القفص المحدود بتاعك عشان تجيب لك اللي مش موجود وتخليه موجود. انت جمال. طيب تعالوا نقرا حبه ايات صغيرين. هبسط انجيل لوقا 12. لوقا 12 زي ما انتوا عارفين احنا ماشيين في سلسله معينه عن امثال الملكوت، فانا بكمل والاسبوع الجاي هنخلص كل الامثال. يعني لو عديت على بصيت على امثال الملكوت وبصيت على السلسله اللي احنا عملناها هتلاقي كل امثال الملكوت اتغطت بالاجتماع اللي جاي. هقرا في لوقا 12 من عدد 31: اطلبوا ملكوت الله هذه كلها تزاد لكم. انا باتي بختام حته واخش معاكم. لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم قد ايه؟ هو بيحب يديك الملكوت، انت مش بالعافيه بتاخده. تقول لي ملكوت سماوات يغصب، اقول لك اه ملكوت سماوات يغصب بس اباك سر ان يعطيه ليك. تقول لي زي دول عكس بعض، اقول لك اه المعنى ايه؟ المعنى هو حابب يديه ليك، بس انت فاهم انت بتطلب ايه؟ فاهم انك لو طلبت الملكوت لازم تسيب حاجات تانية قد سر ان يعطيك الملكوت، فمد ايدك وتبت في الملكوت. هو عايز يديهولك، مش بيعاند انه يديهولك، بس ثبت في الملكوت لانه هو محتاج يرى قلبك انت فعلا عايز الملكوت ولا صلوه بتقولها كده على الفاضي. اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، عشان كان النتيجه فيها تكلفه، مش بتشتري الملكوت لك، عشان ما ينفعش يبقى ملكوت الله في حياتك وحاجات تانية. ما ينفعش تعبد كذا وكذا، الله والناس او الله والمال، او كلكم عارفين الايات اللي في متى: بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسروجكم موقدة. إذا يسوع أم نائل بسرعة، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، ودي أمور أبدية، فما ينفعش تمسك في أمور تانية. فزي بيعوا ما لكم وركز في استثمارات الأبدية. اعملوا لكم أكياس لا تفنى كنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، أحقاءكم ممنطقة سرقكم موقدة. يعني إيه؟ مستيقظين سهرانين. ليه؟ لأن أبدية، لأنه موضوع مش نوم وصحيان، الموضوع أبدية، وأبدية شغالة فيك وأبدية جاية عليك. كمل معي هتفهم أكتر. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. فالآن الأبدية جواك، أنت منتظر أبدية اللي جاية. تقولي خلاص ده نادر اللي انت قلته في الأول، بس قلته ده مش كافي، إن الأبدية الموجودة جوايا عشان لما أروح السماء. خلي بالك ده جزء من القصة، أنا ما لغيتوش. ويقولك لأنكم أنتوا جواكوا أبدية، والأبدية موجودة في السماويات، فما تشغلش بالك باللي بيحصل هنا في المحدودية، لأن الكنز كله اللي هيفضل هيبقى في السماويات. كمل معايا: طوبى لأولئك العبيد، عدد 37، الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، إن أتى في الهذيع الثاني أو في الهذيع الثالث وجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. اعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل؟ إذن أتاري ده كان مثل. ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب، أم مكمل في المثل، فده من أمثال الملكوت. أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، مش أمثال مشهورة بس ده مثل في الملكوت.
قال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الحكيم الذي يقيمه سيده على، لو تقرأ في الترجمة تحت أدق، على خدمته ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. خلينا نقف هنا المثل لإكماله. الجزء الأولاني قبل ما بطرس يتدخل، رب يسوع بيتكلم على العبيد الساهرين المنتظرين أن السيد يأتي فيفتحوا له الباب، مش كده؟ فقال لهم: ما تشغلوش نفسكم بحاجات أرضية، الملكوت ده ملكوت سماوي، الملكوت ده ملكوت أبدي، ما تشغلوش لكم كنزكم في السماء، اعمل كنز لا ينفد في السماوات حيث لا يسرق سارق. أوكي؟ فأم بطرس دخل في النص، المثل ده للناس ولا لينا؟ فأم نقل الحديث لحاجة تانية كأنه موضوع تاني. ده الوكيل الأمين الحكيم اللي رب يقيمه على خدمة هنا، فبيضع العلوفة في حينها. ولو السيد جاء، ده الجزء الأولاني من المثل، وجد العبد بيعمل ده، فاهمين؟ فده مش عبد قاعد مستني السيد يجي، ده عبد بقى اتنقل إلى حاجة اسمها وكيل. فين يعني إيه وكيل؟ يعني اللي معاه الوكالة كلها، لأن العريس مش هنا، السيد مش هنا، فالسيد وكل هذا العبد، فالعبد بقى وكيل، اترقى من عبد منتظر السيد إلى وكيل. بس هي إيه الوكالة؟ ده سؤال. هي إيه الوكالة؟ الوكالة هي أمور سماوية. الوكالة هي أمور سماوية، لأنك أنت وكيل السماويات على الأرض، وأنت مدعو أنك بتأتي بالسماويات وتتاجر بيها أو تصنع ليها وكالة بأمانة كل يوم في الأرض. فالوكيل مش بس جواه أبدية وإن شاء الله رايح الأبدية، الوكيل جواه أبدية بيتاجر بيها في الأرض إلى أن يأتي السيد ويقدم حساب عن الوكالة دي. فالأبدية مش حاجة موجودة جواك لغاية لما تروح السماء، الأبدية مش عربون لغاية لما تروح السماء، والاتنين صح لكن مش كل حاجة. الأبدية وكالة وزنة محطوطة جواك. الأبدية هي السماويات، الأمور السماوية المحطوطة جواك، وإنت مدعو إنك تتاجر بيها إلى أن يأتي. أكمل معي. إن قال ذلك العبد في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري، يأكل ويشرب ويسكر. يعني ما يتجرش بالأبدية ويعيش عادي. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. أوكي، فأروح لي هرجع هنط رسالة بطرس الأولى صح 4. بطرس الأولى صح 4. عدد 7: نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعض بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. خلي بالك، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. الموهبة دي موهبة سماوية. يخدم بها بعضكم بعض كإيه؟ كوكلاء. خلي بالك من كلمة وكلاء هنا، لأن النهاردة هنحكي عن كل أمثال الوكيل والوكلاء في كتاب مقدس عن الملكوت، لأن الملكوت وكالة. حد هنا بيشتغل في الوكالة؟ الملكوت وكالة. يعني إيه وكالة؟ يعني في
تكليف من سيد لتوكيل بكل الإمكانية بأمور سماوية إنك تشتغل بيها في الأرض المحدودة دي بأمور أبدية، ودي الوكالة بتاعتك. ليكن كل واحد منكم بحسب ما أخذ أمور أبدية يخدم بها بعضكم بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. عشان كده كل واحد، لأن كل في أمور متنوعة، فكل واحد عنده أمور متنوعة، بس الأمور دي أبدية سماوية نعمة، وكل واحد بها يخدم، لأن الأمور السماء هي الوكالة بتاعتك، أنت وكيل لأمور سماوية. تقول لي لا انا بخدم يعني بكلم ناس عن المسيح، اقول لك انت ممكن تخدم كل المنظر يبقى منظره خدمه، بس خدمه بقوتك محدوده، لكن ممكن تفهم ان الابديه موجوده جواك، وان اللي انت بتخدمه ده بتكرز ناس عن المسيح وتصلي معاهم كل حاجه، وكل ده تعمله بالابديه اللي جواك، فالنتيجه بتاعت خدمتك تبقى ابديه ما تبقاش مؤقته. في تمن بيدفع لما تخدم خدمة، تكلم الناس، تخدم، تصلي معاهم، مش من الأبدية. أنت مش محتاج السماء كل لحظة في حياتك، ممكن تعملها. حضرت 4 مشاركات عن خلاص النفوس، فلما تروح الزيارة 1 تقوم مطلع المشاركة نمرة 1، تروح الزيارة نمرة 2 تطلع المشاركة نمرة 2، تخلص 4 زيارات طلعت 4 مشاركات بتوع خلاص النفوس، الزيارة نمرة 5 تبتدي من الأول تاني، صح؟ أنتوا معايا ولا؟ أوكي. فأنت حفظتها، عرفتها، خلاص عارف إزاي تكرز. ليه؟ أنت جواك 4 مشاركات، 4 طرق بتكرز بيهم، خلاص مش محتاج السماء. فأنت بتخدم رب أمين، رب أمين، رب يأتي بثمر بالطريقة دي، لأنه حنين، عايز الناس اللي أنت بتخدمها. بس في خطورة لو انت استمريت مش معتمد على السماء وانت بتخدم، بعد شوية الدنيا بتسرسب جواك برودة، وبعد شوية ما بتقعدش معاه لانك بقيتش محتاجه، بقيت بتخدم من غير ما تقعد معاه. بعد شوية قوي لما تيجي قدامه تقول له يا رب انا باسمك كرست، يقولك انا مش عارفك. مش ده حصل في متى 7؟ ما عدناش مع بعض. يا رب ده انا خرجت شياطين، ده انا كرست والناس جت، ده انا مش عارف ايه. حبيبي انا مش عارفك. ليه؟ لانك عملت ده وانت مش معتمد على السماء، ما كنتش وكيل لامور سماويه، كنت وكيل لامور حفظتها بدماغك. الوكاله وكاله امور ابديه، عشان كده معتمدين تماما طول الوقت على امور نازله من فوق. اوكي اقول لكم حاجه يمكن بالنسبه لبعض كانها بره الموضوع، بس هي بالنسبه لي جوه الموضوع. ليه؟ ببساطه في رساله كورنثوس لما الرب جاي يتكلم عن النبوه بصوره عامه، قال النبوه هي وعظ، بنيان ووعظ وتعزيه، صح؟ عارفين ايه ولا مش عارفينها؟ منظركم مش عارفينها. مشجعين كورنثوس الاولى 14، كورنثوس الأولى 14. عدد 3، أما من يتنبأ فيكلم الناس، كورنثوس الأولى 14:3، من يتنبأ فيكلم الناس بإيه؟ بنيان وعظ وتعزية. صباح الخير، إيه أخبار النبوة دي؟ عارفين يعني هو بيقول إيه؟ يعني لو أنت بتكلم حد ببنيان، أو بتكلم حد بوعظ، أو بتكلم حد بتعزية مش تسلية، ماشي، بتكلم حد ببنيان او وعظ وتعزيه، انت مش تكلم من دماغك. ممكن توعظ من دماغك، يو متوفر، بس اتاري الوعظ عباره عن نبوه. ليه؟ لان الوعظ هو وكاله عن امور سماويه ابديه، فهي نبوه، فهي معتمده على السماء، فهي وكاله على الابديه اللي جواك اللي بره المحدوديه، مش وعظات مغلفه مقفوله بلعها كبسوله وبتطلعها في الاجتماعات.
تقول لنا مالي انا ما بوعظش، اقول لك اوكي انت بتحكي مع حد بتعزيه، بتحكي مع حد بتبنيه، بتتكلم مع التليفون مع اصحابك او مع جيرانك، بتحكي مع الناس اللي في البيت وعايز تعمل تاثير روحي. ما ينفعش تعمله كوكيل لامور ارضيه، انت وكيل لامور سماويه عشان يبقى ليها تاثير حقيقي. ده حتى الوعظ عباره عن نبوه. حتى كلامنا مع بعض لازم يكون وكالة، لأن احنا وكلاء لكلامنا. حتى لما تقعدوا مع بعض وتخرجوا عشان تتغدوا مع بعض أو تتفسحوا مع بعض تشربوا قهوة مع بعض، الكلام اللي خارج من بقك ده وكالة. يا إما تبقى وكيل لأمور فيها بنيان وتشجيع ونعمة، والكلام اللي خارج من بقك بالطبيعي بتاعك خارج بيحمل زيت جاي من فوق، أو عادي. هم أولاد الله بيبقوا ظاهرون إزاي؟ لما بقعد مع أصحابي اللي في الشغل ولا بقعد مع أصحابي اللي في الكلية بيتكلموا بطريقة، بس لما بقعد مع أولاد الرب ما بيعملوش نفس الطريقة. ليه؟ لأن هم وكلاء لأمور مش من هنا، من الأبدية بيتحكوا. لما بقعد مع الناس اللي في الشغل يخبط لكن لما بقعد مع أولاد الرب من الأبدية بيسلموا، من الأبدية بيلمسوا، من الأبدية بيخرجوا. ليه؟ لأن هم وكلاء لأمور أبدية مش من هنا. عشان كده ملكوت سماوات يخصب وأباكم حابب أنه يديه، بس لازم تبيع حاجة عشان تتحرك في أمور روحية طول الوقت. هرجع مرة تاني لبطرس الأولى إصحاح 4. هو اللي بيقوله هنا في القصة حياتك كلها، اسحوا الصلوات، محبتكم لبعض شديدة، مضيفين بعضكم لبعض. ده بيحكي يعني عن استخدامات الرب ليك بس كلها أبدية. تقول لي يعني بيقول لي أضيف بعضنا لبعض، أقول لك ده المنظر العام. طب ما في مش مؤمنين وفي مش مسيحيين بيضيفوا بعضهم بعض، إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ فرق ان لما بتعمل محدوديه بتاخد جزائك في المحدوديه، لكن لما بتعمل في الابديه بتاخد جزائك في المحدوديه وفي الابديه، وتاثير ما تصنعه بيبقى ابدي. اوكي. ان كان يتكلم احد، عدد 11، فهي مش بيوعظ. ان كان يتكلم احد فكايه؟ فاقوال الله. اخر مره اتكلمت مع حد وبعد ما خلصت قلت يا خساره، انا يعني للاسف انا قلت حبه كلام ما كانش المفروض اقوله. اوكي عادي عادي. كان يتكلم احد فاقوال الله، ان كان يخدم احد فكانه من قوه يمنح له الله. هو وكيل لامور ابديه، وكيل لامور سماويه. مد ايدك قدامك كده وقول في امور سماويه لازم اشتغل فيها. في امور سماويه لازم اشتغل فيها، انا وكيل لامور سماويه، انا صوتي وكيل لامور سماويه، افكاري وكاله امور سماويه، انا اصلا من الابديه موجوده جوايا عشان اتحرك في الابديه من هنا. انا مش رايح الابديه ان شاء الله، انا بتحرك بقوه الابديه كانه من قوه يمنحها له الله. فانا بتحرك بالابديه اللي بدونها مش هعرف ربنا بيعمل ايه من البدايه للنهايه. فحياتي بتتلخبط، قراراتي بتتلخبط، مشاعري بتتلخبط، لاني مش بتحرك من الابديه من دلوقتي. بقول اي كلام، بفكر اي افكار، بحس اي احاسيس، بخدم اي حاجه، لانه انا بعمل اللي بعمله مش مدرك اني وكيل للسماء. ولما اللي فاتح محل في الوكالة البضاعة اللي عنده تخلص بيروح للسورس عشان يبني يملى المحل. السورس للأمور حياتك كلها هو سماوي، انت وكيل لأمور سماوية، فبتروح للسماويات عشان تملى المحل بتاعك عشان تتاجر صح، لان العريس سياتي في ساعه انت ما تعرفهاش. انت قاعد اصلا مستنيه، انت واقف في المحل مستنيه لو جاز تعبير المحل. واول ما يجي مش بس انت بيلاقيك جاهز، لكن بيلاقيك متاجر بالسماء صح في الارض. مش
انك خدمت وعصت كم وعظة وطلعت كم روح شرير ومش خلصت كم نفس، لكن انه كل حياتك مضيفين بعضكم بعضا بكل ما اخذتم من بحبة تسر كسر من الخطايا، يكن كلامكم كل حين مملحا بملح، ده امور الروح امور الملكوت. اوكي كورنثوس الاولى، كورنثوس الاولى 4، تجميل كورنثوس الاولى 4، هبتدي من صح 3 عدد 21. لا يفتخر احد بالناس فان كل شيء لكم. كلكم عارفين ان احنا اللي قسمنا يعني، او العالم هو اللي قسم الرساله الى اصحاحات وايات، فبولس لما كتبها، روح القدس لما كتبها ما كانش مقسمها، فانا ببتدي من الاول. لا يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم، بولس ابولس صفى العالم، حياه ام موت، اشياء حاضره ام مستقبله، كل شيء لكم. ده ايه؟ ده الابديه، دخل على الابديه. يعني ما تحصرش نفسك في حاجات محدوده، فان كل شيء لكم. ولا حتى خدام، بولس ابولس صفى عالم، حياه موت، اشياء حاضره اشياء مستقبله، الكل شيء لكم، انتم للمسيح والمسيح لله. هكذا فليحسبنا الانسان خدام للمسيح وكلاء سرائر الله، ويسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. اذن احنا وكلاء ايه؟ اسرار الله او المكنوزات بتاعه الله، ده اللي عمال بقوله، وكلاء لامور سماويه. عارفين مثل الوزنات؟ هنقرا كمان شويه ماشي. لكل واحد منا اعطيت وزنه، مش كده؟ الوزنات دي ابديه، دي وكاله لسرائر الله. فالأبدية مش موجودة جواك عشان لما تروح إن شاء الله، الأبدية موجودة جواك عشان ده دي الوكالة بتاعتك، وكلاء سرائر الله. أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، أنا بذكرك بكل الأمثال، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، فبيعوا كل ما لكم الأمور الأرضية دي لأنها حيفسد السوس، واكنزوا لكم في السماويات. اكنزوا لكم دي يعني علشان كل حاجة بتعملها أنت عينك بصة طول الوقت على الأبدية، والأبدية الموجودة جواك أنت بتتاجر بيها لو جاز التعبير، أنت وكيل ليها على الأرض طول الوقت، في كلامك، في محبتك، في البيت، في عيالك، في جيرانك، في كل حاجة بتعملها أنت وكيل ليها. تقول أنا مش جاي النهاردة عشان ولا حد بيدولي، جاي عشان نفسي. حلو قوي، أنت وكيل للأبدية اللي جواك أنها تتحرك على ذهنك بإعلان، وعلى قلبك بقداسة، وعلى جسدك بشفاء. أنت وكيل أن الكنز الموجود جواك ده يتحرك لكل حاجة فيك ويعمل فيها شفاء. لو خدت الأبدية وقلت لا دي إن شاء الله دي اتحطت كده جوايا، أنا مش عارف هي إيه بالظبط، لما روح السماء هبقى أعرف، خلاص هتفضل مكنوزة جواك وما فيش حاجة بتحصل. بس أنت وكيل، أنت عملت زي اللي أخذ الوزنة وعملها إيه؟ دفنها، بس دفنها جوايا، دفنها جوايا بس، وقال له بص لما أنت جيت أهي جوايا، فقال له أنت هاخده منك، أنا مش عارفك ليه؟ ما تجرتش كل يوم وجيت قدامي، ما تجرتش كل يوم، أنا أعرفكم. فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح وكلاء سرائر الله، دي وكالة لأسرار الله. اوعي تسمعني وتقول ده مش أنا. لكل واحد منا أعطيت النعمة. لكل واحد منا أعطيت النعمة، أنت في إيدك والسرائر لله الأبدية موجودة جواك، جعل الأبدية في قلبك، هي دي الوكالة، خلاص أنت اتدبست، أنت بالفعل في وكالة للسماويات على الأرض. أنا عمري ما خدمت، مش مهم، أنت في وكالة للسماويات على الأرض. يسأل في الوكلاء أن يوجد الإنسان أمينا. اقلب معاه للوقا، لوقا 16، إنجيل لوقا
المثل اللذيذ لوقا 16. قال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل وشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك، لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. خلوا بالكم، فاكرين المبدأ اللي احنا بنقرأ فيه الأمثال؟ الهدف من المثل مش المثل، لكن الهدف من المثل سر الملكوت. فاكرين؟ أباكم تعرفوا أسرار الملكوت، أعطي لكم أن تعرفوا أسرار الملكوت. المثل ده علشان الناس بتحاول توعظه بتلخبطه، لأن يعني المثل ده يلخبط أجدع واعظ، وحوريك إزاي حالا. القصة مش أنك تفهم المثل، القصة أن المثل فيه سر. اقرأ معايا مرتين. قال له: اعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. دعا كل واحد من مديوني سيده. قال الأول: كم عليك لسيدي؟ قال له: 100 بث زيت. قال: خذ سقك واجلس عاجلا واكتب 50. يعني بدل ما يرجع المديون ده 100 للسيد، هيرجع كام؟ 50. فهو بيخسر سيده. قال الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كر قمح. قال له: خذ سقك واكتب 80. فبدل ما يرجع للسيد 100، هيرجع 80، بيخسر سيده. فمدح السيد وكيل الظلم. أوكي، خليكم معي. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. هنط حبة آيات وهرجع لها، بس عشان الآيات دي اللي في النص ممكن تلخبطك أو تضيع لك التسلسل اللي يسوع بيقوله. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. عدد 10: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، الظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأت منكم على الحق؟ إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ حد فهم حاجة؟ اوعى تقول لي آه. خلي بالك، مدح السيد وكيل الظلم إذ أنه بحكمة فعل، دي عكس إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم. صح؟ صح؟ عكسها تمام. مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، وكمل يسوع نفسه بيعلق. يعني السيد قال لهم: بصوا الرجل ده حكيم جدا، إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، من يأتي منكم على الحق؟ الرجل ده ما كانش أمين. إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ الرجل ده ما كانش أمين. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. الرجل ما كانش ده أمين. أنت بتمدحه ليه؟ هو ما كانش بيمدحه عشان عمل اللي عمله. هقرأ لك الحتة اللي في النص، عدد 8: مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. ما وضحتش قوي جاية. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال. الإيه؟ السر كله بتاع المثل هو الأبدية. قال لك الراجل ده على مستوى أرضي، ده أبناء هذا الدهر، فكر لمستقبله. فأم تاجر بحاجة مش بتاعته عشان يوضب مستقبله. سلام. اصنعوا لكم أصدقاء، هشرحها لك، اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. يسوع أما رجع القصة كلها، إيه السر بتاع الملكوت في هذه القصة؟ إن
انت الوكالة بتاعتك، الحاجات مش بتاعتك اصلا، دي امور سماوية. وكلاء سرائر مين؟ الله. دي مش بتاعتك، مش بتاعتي. فانت مش بتتاجر في حاجة بتاعتك. ولما تبعتر الحاجة اللي مش بتاعتك، تبعترها. الرب بيرى ده حكمة، لأنك بتبعترها من أجل مستقبلك. تبعترها بمعنى تنشرها على وجه المياه، مش تبعترها يعني تضيعها. حد فاهم حاجة؟ لما تاخد الوزنات اللي في حياتك وتستخدمها طول الوقت، تقولي انا مش انا خايف استخدمها. انا في ناس بتبقى خايفه تصلي لحد عيان. اوكي ماشي، انت خايف تصلي لحد عيان؟ علم الناس ان هم اللي حواليك وشجعهم، علم طلع اولادك ان هم يصلوا الناس العيان. تقولي ازاي؟ اقول لك انت خايف بس الوزنه موجوده جواك. خد الوزنه بتاعتك واديها لاولادك، خليهم هم يتاجروا بيها لو انت خايف تتاجر بيها. لوقا 19. ايوه انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف. لوقا 19 عدد 23. فاكرين اللي كان عنده وزنة واحدة؟ ما هو كان خايف يتجر بيها، صح؟ كان خايف يتجر بيها لحسن ايه؟ لحسن تروح منه. النهاردة في ناس خايفة تتجر بيها لحسن هم اصل مؤمن متصاب وعندي تعليم، لو خدمت حد عيان انا اللي بعيا، لو صليت لحد عليه ارواح شريرة انا اللي هتحارب. ولو عارفين التعليم ده ايه نتيجة هذا التعليم؟ اوعى تخدم، اوعى تقرب، اوعى تمد ايدك، اوعى تصدق. خاف 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 خاف، ده نتيجه هذا التعليم. وبرضه عيانين. الراجل كان عنده وزنه، خاف، خاف تروح منه، فامتمرها. لما جه السيد قال له ايه؟ عدد 23، لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ كنت متى جئت أستوفيها مع ربا. يعني طب أنت يا عمي معاك الوزنة الفضة دي، حطها خلي حد تاني تجر بيها. هو اللي بيقول مش ولادكم دول وكالة من الرب ليكم، وديعة من الرب ليكم؟ لو انت خايف تخدم حاجات، علم ولادك انهم يخدموا اللي انت خايف منه، خليهم هم يتجروا باللي انت خايف تتجر بيه، خليهم هم يعملوا اللي انت ما عملتوش. لان الرب لما يجي ويقول لك انت تمرت الوزنة بتاعتك، تقول انا اديتها لولادي وهم تجروا بيها، يقول لك هحسبها لك. قال له يا ريتك كنت حطيت الوزنة عند الصيارفة، فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. خذوا منه المنة وأعطوه للذي عنده 10 أمناء. تسكتين قوي. هرجع مرة تاني لإنجيل لوقا 16. الراجل وكيل الظلم، تاجر في حاجة مش بتاعته علشان بكل أفكاره للمستقبل. والرب يقول كون أمين في وكالة الأمور السماوية وتاجر بيها عشان تعمل مستقبلك. القصة كلها الأبدية، ليكون لكم مكان في المظال الأبدية، يقبلونكم في المظال الأبدية. يعني إيه؟ يعني اللي انت بتعمله في وكالتك الأبدية على الأرض، لأن الأبدية شغالة من خلالك على الأرض، هو اللي بيكنز ليك في السماء. فالأبدية اللي جواك مش موجودة جواك عشان لما تروح السماء، الأبدية مش جواك بس عشان تطلع بر
سوري الأبدية اللي جواك مش بس علشان يبقى عربون للسماء إن شاء الله، الأبدية اللي جواك دي بتتاجر بيها عشان تطلع بر ليك في كل لحظة، تطلع قوة ليك في كل لحظة، تطلع شفاء ليك في كل لحظة، وده تجارة. وإنك تستخدم من خلال البر والقوة والشفاء والحرية دي لكل حد حواليك ببنيان ووعظ وتعزية. ليه؟ لأنك وكيل لأمور سماوية مش بتاعتك، بس أنت عمال يوجد من يفرق فإيه؟ فيزداد 10 وزنات وعمال بيتاجر بيها بيتاجر بيها بيتاجر بيها. ليه؟ يعني عمال بيفرق فيزداد، اللي كان عنده 10 أخذ الوزنة اللي كان مع حد يفهم حاجة. وبالتالي احنا مش موجودين على الارض وان شاء الله لينا ابديه، لا ده الابديه الحياه اليوميه بتاعتك كل يوم في كلامك، من يتكلم في اقوال الله. اخر مكالمه تليفونيه ادركت فيها انك بتتكلم كلام ابديه وانت بتحكي مع صديق او انت بتحكي مع جاره. كان امتى سبت نفسك انك تتكلم مش الكلام الطبيعي، لك تتكلم من الروح من الابديه. ومش بقول اتكلم كلام علم ولا كلام حكمه ولا توعظ، مش كلام على كده، كلام في نعمه خارجه. انت بتخش في دايره من الابديه لما بتدرك انك وكيل لهذه الابديه كل لحظه وبتتاجر بيها طول الوقت. اصنعوا لكم في المزار الابديه بالوكالة بتاع الحاجات مش بتاعتك، وكالة سماوية، اصنع عليك كنز في المظال الأبدية. عشان كده أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء الملكوت، لأن هذا الدهر طول الوقت بيفكروا في المستقبل، وأبناء الملكوت مش بيفكروا في المستقبل. أنتوا كويسين؟ هاختم بلوقة 19. حاضر. عدد 11، كانوا يسمعون هذا عادة فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال، فقال هذا المثل، مثل ملكوت، كلكم عارفين هذا المثل بس هقرأ حتى فيه. إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ نفسه ملكا ويرجع، فدع 10 عبيد له، أعطهم 10 أمناء، قال لهم تاجروا حتى آتي. أهل مدينته كانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد هذا أن يملك علينا. لما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. جاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 أمناء. قال له نعم يا العبد الصالح، كنت أمينا في القليل، يكن لك سلطان على 10 مدن. ليه؟ لأنه ملك، ولأنه ملك التجارة في الروح بترفع مستوى سلطانك بالعرض. التجارة في الروح بترفع مستوى تأثير أو المترون أو المقياس بتاع تأثيرك الروحي بالعرض. ليكون لك سلطان على 10 مدن. جاء الثاني قال يا سيد مناك عمل 5 أمناء. قال له لهذا أيضا كن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قال يا سيد مناك الذي كان عندي موضوع في منديل كنت أخاف منك، يعني كنت خايف، أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. قال له من فمك أدينك يا العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ كنت متى جئت أستوفيها معرب؟ خذوا منه المنى أعطوه للذين عنده 10 أمناء. قال له يا سيد عنده 10، أقول لكم كل من له يعطى، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ببساطة الوكالة موضوع هام في كتاب مقدس، موضوع هام في الملكوت، بس هي وكالة سرائر الله، وكالة أمور أبدية. فأنا حكيت في أمور أبدية جواك محتاج تتاجر بيها جواك لنفسك، من بر، من قيامة، من شفة، تطلع الأبدية وتستخدمها، تقول روح الله، روح الأبدي ده، تدرك كده الأبدية دي بتحرك لده جواي، وبعدها بتتحرك من خلالك، محتاج تتاجر بيها. ولو أنت بتخاف من حاجات مش معنى كده أنها مش صح، معنى كده أنك محتاج تديها الآخرين هم يتاجروا بيها. في ناس بتخاف من الشفة، في ناس بتخاف من إخراج أرواح الشرير،
مش معنى كده ان مفيش خروج روح شرير، معنى كده ان انت مختار انك ما تتجرش بالوزنه دي، اوعى تتمرها، شجع اخرين انهم يعملوها، حط الوزنه على مائده الصيارف فهم يتجروا بيها، بس انت ما تخليش مطموره جواك. امين.